يا مساء الورد والياسمين على احلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا، اكيد انتوا عرفتوها. هنعمل مكرونه مبكبكه بالسجق. المكرونه دي كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه رمضان. ربنا يجعله يا رب رمضان خير وبركه وعلى جميع المسلمين يا رب، اللهم امين، وييسر حال البلاد يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل مكرونه مبكبكه بالسجق، وصفه سهله وسريعه جدا جدا، ما بتاخدش معانا وقت لاوقات رمضان وغير رمضان كمان. انا معايا كيلو من السجق البلدي، انا طبعا دي مش دي كل المقادير، انا هقول لكم اللي انا هعمله. الخطوه اللي هعملها اول حاجه معايا كيلو من السجق البلدي، ومعانا كمان كيلو مكرونه، اي نوع مكرونه تعجبك. انا هعمل مكرونه ودعه، في اي نوع بقى، في مكرونه مقصوصه ممكن تعملها بمكرونه اسباجيتي، براحتك يعني خالص في نوع المكرونه والكميه كمان. بس اول حاجه انا هعملها معاكو، انا بعمل ايه للسجق ده؟ سجق بلدي او لو جبت سجق مستورد عادي، يعني سواء ده او ده، انا بديله صدمه الاول، بغلي شويه ميه على البوتاجاز، واروح حاطه السجق فيها، سقطه السجق في الميه المغليه علشان الكفر بتاعه اللحمه ما بتطلعش يعني واحنا بنقطعه. تمام كده، في الخطوه دي انا هعملها الاول، وبعد كده هرجع اعمل معاكو باقي الخطوات واقول لكم على باقي المقادير. كل سنه وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم، انتظرونا. هنبدأ بقى مع بعض الوصفة بتاعتنا. الدقة السجق بعد ما انا حطيته في المية المغلية شوية، لونه زي ما انتم شايفين كده بيتغير طبعا، بس بقى الهنك بتاعه بيبقى ماسك على اللحمة وما بيفكش، يعني اللحمة ما تطلعش بره الهنك بتاعها. تمام، ممكن بقى لو عايزة تقطعيه قطع صغيرة، انا فككته من بعضه كده لان هو اصلا مش كبير، صغير. لو لقيتي مثلا صوابع كبيرة شوية ممكن تقطعها نصين. تمام كده، معانا كمان بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، وكمان معانا فلفل رومي مقطع قطع صغيره، معانا كمان حوالي 4 طماطمات مبشورين مش مضروبين في الخلاط. المكرونه اللي احنا هنعملها اللي وريتها لكم اول الفيديو، اي نوع مكرونه عندك يعجبك تعمليه. تمام كده، تنفع في اي نوع مكرونه عادي يعني. طبعا بنسخن ميه زي ما انتم شايفين كده علشان احنا هنضيف من للمكرونه ميه سخنه. البهارات اللي احنا هنحطها معايا معلقه كركم صغيره، شويه شطه صغيرين، ومعلقه ملح صغيره، كمان معايا بهارات، ممكن كمان نحتاج شويه كزبره جافة، وكمان معلقة صلصة كبيرة أو معلقتين صلصة كبيرة، معجون الطماطم. هنبدأ بقى معايا في حلة أو تعمليها في طاسة اللي يعجبك. معايا شوية زيت وكم مكعبين زبدة كده، هنقيد بقى النار كده عليها. طبعا بتعمليها قبل الفطار بشوية صغيرين علشان لازم تتاكل سخنة. المكرونة دي ما بتقعدش يا جماعة، لو قعدت وبردت بتمسك في بعضها، فلازم تعمليها وتتاكل سخنة. تمام كده، هنبدأ بقى نحط السجق. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوح بقى فيه، نبدأ نشوح. عايزينه كده ياخد لون بسيط، يعني التشويح ده هياخد لون بسيط عشان يبقى شكله كده حلو في المكرونة. هنبدأ بقى نضيف البصلة، كله برضه هيتشوح مع بعض. وصفة سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش وقت طبعا. زي ما انتم شايفين كده البهارات، نقلب بس كده تقلبه. الله على الجمال، الله الريحه بقى يا جماعه، مش عايزه اقول لكم، خطيره جدا خطيره جدا جدا. هنبدا بقى نضيف معلقه الكركم، تدي لون جميل جدا. كمان نسيت اقول لكم، في فلفل اسمر، فلفل اسود، والملح والشطه، شويه شطه صغيرين، وكمان معلقه كزبره جافه، والبهارات دي بهارات مشكله. تمام كده، كله تمام، نقلب الكلام الخطير ده كله مع بعضه، نفضل نشوح كده، نشوح ما شاء الله. هنضيف بقى قرن الشطه الخطير ده، احنا حاطين شويه شطه، هنضيف برده. اللي مش بيحب الشطه طبعا يستبعد الشطه خالص. تمام كده، ده قرن شطه واحد بيخلي طعم خطير صراحه يعني. هنضيف كمان زي ما قلت لكم كده معلقه من الصلصه، بسم الله، او معلقتين كده كبار من معجون الطماطم. كل ما تضيفي حاجه بقى كده تدي تقليبه، بسم
الله ما شاء الله، شايفين الجمال يا جماعه؟ خطير خطير خطير، الله الله. هنضيف الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب برده الكلام الجامد ده مع بعضه. والفلفل ده فلفل بارد، الله ما شاء الله. ممكن لو عندك بقى شويه كزبره خضراء ممكن تحطيها برضه، بس انا ما عنديش للاسف، بتدي طعم حلو جدا. يعني عندهم كزبره خضراء كده تخرطيهم ناعم وتحطيهم برضه مع الخلطه دي. كده معانا فصين من الثوم مهروسين اللي هو المفرز، هنحطهم برضه على الوصفه بتاعتنا ونقلب كده. هي خلاص كده قربنا، هنحط الميه خلاص السخنه. هنبدا بقى نضيف الميه اللي هي سخنه طبعا اهي، بسم الله. احنا عايزين اهم حاجه في المكرونه دي يا جماعه ان يبقى فيها صوص، تمام كده. ونسيبها بقى زي مع بعضها كده تغلي بس 5 دقايق ونضيف المكرونه. هنبدا بقى نضيف المكرونه، زي ما انتم شايفين المكرونه ناشفه اهي يا جماعه، هنضيفها بقى على ايه، على السجق، ونقلب كده ونسيبها بقى، هدي عليها النار ونسيبها ايه تستوي مع بعضها. بسم الله ما شاء الله، روعة روعة روعة. شايفين يا جماعة الصوت ده، البقبقة دي هي دي شايفين الجمال؟ ولا معجنة بقى ولا في لازقة في بعضها ولا أي حاجة، احنا عايزينها يا جماعة فيها الصوص ده. هي لسه على فكرة شوية كده وهطفي عليها. كده يا جماعة خلصنا المكرونة المبكبكة زي ما انتم شايفين بالسجق، ما شاء الله طالعة جميلة جدا جدا، وكمان ما هيش معجنة ولا أي حاجة خالص، شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله. تفضلوا معانا، وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وتفضلوا معانا. أتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة، تفضلوا معانا.